اعتقد ان داكشي اللي قدمه الفريق الوطني المغربي اكثر من رائع. الحمد لله والشكر لله على هذا الفرحه العارمه اللي عمت المملكه المغربيه بصفه خاصه والعرب بصفه عامه. الفريق الوطني بين على القوه ديالو وعلى يعني التلاحم يعني هذوك اللاعبين قدموا لنا واحد شي حاجه اللي ما عمرنا كنا كنتسناوها. الفريق كله الحمد لله كاين واحد التجانس، كاين واحد الروح قتاليه، كاين واحد الاخوه بين اللاعبين، هذا اللي جعل الفريق الوطني يوصل لهذاك المستوى. الحمد لله والشكر لله، لان كانت واحد التوليفه رائعه بفضل المجهودات الجباره اللي قامت بها اللي قاموا بها الناس المسؤولين والاطار الوطني وليد الركراكي، يعني اللي استطاع باش يجمع ما بين اللعابه كلهم. كيف كنشوفوا في المقابلات كتشوف اللي لاعب كيفاش كيتقاتل، واللي في دكه الاحتياط كيفاش حتى هو يعني كيعيش معك بقلبه، واللي دخل كيأدي، واللي دخل راه لاعب، واللي ما لاعبش هو معك بقلبه الحمد لله. وهذه هي اللي كانت ناقصه الفريق الوطني المغربي. الحمد لله والشكر لله، رفعوا لنا الراس ديالنا، والعالم كله دابا كيتذكر على الفريق الوطني المغربي. يعني هذا الانجاز الرائع صعيب باش يحققوا شي فريق عربي ولا افريقي، ولله الحمد، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى المسيره تبقى. والمقابله ديال البرتغال احنا ما بقينا كنخشاو حتى واحد الحمد لله. يعني هذا المستوى الرائع والمستوى الكبير اللي قدمه الفريق الوطني المغربي، اي فريق جا قدامنا ما بقاش عندنا، ما عندناش ذاك المركب النقص. يعني اللاعبين تايقين في راسهم، اللاعبين كيدخلوا بواحد الثقه كبيره، وان شاء الله باذن الله الفوز غيكون حليف المغرب باذن الله، ونوصلوا لنصف النهايه، وديما ديما مغرب.